المكالمة الأولى الأخت فريال من المملكة المتحدة. أهلا وسهلا أخت فريال، أنت معنا على الهواء. سلام نعمة المسيح معك ومع الأخت رشا. سلام المسيح معك. الصليب هو الحل وليس الإسلام، لأنه الرسول نفسه هو ما كان ضامن خلاصه ولا أبديته. فكيف المسلم أن يضمن خلاصه وأبديته؟ وأنا أصلي باسم المسيح له كل المجد أن تكون هاي الحلقة سبب بركة لجميع المشاهدين وللأخوة المسلمين بمناسبة رمضان، وأن ما تكون المسلسلات والأطعمة والحلويات والتراويح والسهر في الليل هي سبب الاقتراب إلى الله، ولكن الاقتراب إلى الله هو بدم المسيح له كل المجد، اللي فقط يطهر من كل خطية. والمسيح على الصليب صالحنا مع الله، اللي تقول الآية في أفسس إصحاح 2 عدد 13 يقول الوحي الإلهي: ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبل بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، وأحنا نصلي من أجلهم وأن يكون يعرفون الخلاص فقط بدم الرب يسوع المسيح، لأنه هو الطريق اللي رسمه الله، اللي رسم الطريق لخلاص الإنسان. المسيح أو كل المسقال أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الآب إلا به. شكرا والرب يبارككم. ربنا يباركك، شكرا كثير على المداخلة، ربنا يحميك وربنا يباركك أخت فريال.